أهلا وسهلا فيكم. منتجات الدرة عم تختصر علينا كثير من الوقت والجهد لتحضير الوصفات البيتية. اليوم رح استخدم مجموعة لنحضر بيتزا لانشون الدجاج من الدرة. بيتزا لانشون من الدرة. رح نحضر عجينة البيتزا، بعدنا نريحها شوي. رح نمدها بصينية بإضافة زيت الزيتون، ورح نمدها بشكل يدوي. بعد هالمرحلة رح نريحها شوي. رح أضيف الصلصة والجبنة الموتزاريلا. رح استخدم لانشون دجاج الدرة ونقطعها بشكل أصابع رفيعة ونوزعها بشكل متساوي على البيتزا. رح أضيف شرائح الفلفل الأخضر والذرة، وكمان رح استخدم من مشروم الدرة والزيتون الشرائح. رح نخبزها بداخل الفرن 220 درجة مئوية لمدة 10 دقائق تقريبا، رح تكون جاهزة. رح نقطعها ورح أضيف رشي من الأوريغانو وزيت الزيتون. صحتين وعافية.